بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في استنباط الأحكام من الآيتين، من قوله يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله وهو في الآخرة من الخاسرين. فيؤخذ من هاتين الآيتين، من قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات، تحريم الخبائث كلها كما قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما كان خبيثا في نفسه كالميتة والدم ولحم الخنزير، أو كان خبيثا في مكسبه كالربا والميسر والغش والخداع، فإنه حرام من جهة الكسب. ويؤخذ من هاتين الآيتين إباحة أكل الصيد، والصيد المراد به المتوحش من الحيوانات، المتوحش من بهيمة الأنعام، والمتوحش من الطيور، ما كان أصله وحشيا، ما كان أصله وحشيا فإنه يباح أكله، لكن بأحد أمرين: إما بالزكاة إذا قدر عليه، وإما بإصابته بالاصطياد. ويؤخذ من هاتين الآيتين إباحة أكل ما صاده الكلب بشرط أن يكون معلما. ما صاده الكلب، وهو الكلب المعروف أو الفهود التي يصاد بها، إذا كان معلما ما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح، وتعليم الجوارح كما سبق أنه يكون بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، ويقف إذا زجر، ولا يأكل إذا صاد، فإن هذا هو المعلم الذي يباح ما صاده. وكذلك يؤخذ منها إباحة ما صاده الطير، ما صادته جوارح الطير التي يصاد بها وتتخذ لذلك، كالصقور والبازي والشاهين التي يقتنيها الناس ليصيدوا بها، فما صادته بإرسالها على الصيد فهو حلال إذا مات بسبب صيدها له وإصابتها له فهو حلال، وإن أدركها وفيها حياة فإنه يذكيها، وبشرط أن يذكر اسم الله عند إرسالها: وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن يقول عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة من الكلب أو الطير أن يقول بسم الله، كما يسمي على الذبيحة. كذلك يؤخذ من هذه الآية مما أمسكنا عليكم أنه يشترط في حل ما صاده الجارح أن لا يأكل منه، لأن الله جل وعلا قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي ما أمسكنه لكم،
أما ما أمسكنه لهن فإنه لا يحل، فإذا أكل الصيد فإذا أكل الجارح من الصيد فإنه لا يحل، لأنه إنما صاده لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هاتين الآيتين أنه يشترط فيما يحل من الصيد أن يسمي الله عند إرسال السهم أو إرسال الجارح بأن يقول بسم الله، فإن لم يسمي فإن الصيد لا يحل. ويؤخذ من هاتين الآيتين وجوب تقوى الله خصوصا في المآكل والمشارب، وذلك بالاقتصار على الحلال الطيب. ويؤخذ منها أنه يجب على المسلم أن يتذكر دائما قرب أجله وقرب الحساب فيستعد لذلك، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ويؤخذ من الآية الثانية اليوم أحل لكم الطيبات، حل الطيبات وتأكد ذلك حيث كرره سبحانه وتعالى. ويؤخذ منها أيضا حل ذبائح أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، سموا أهل كتاب لأنهم أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين لا كتاب لهم، وخصوا بإباحة أكل ذبائحهم لأنهم يذكرون اسم الله على الذبيحة، ولأنهم لا يأكلون الميتات كما يفعله المشركون. ويؤخذ من هذه الآية تحريم ذبائح الكفار غير الكتابيين، وهذا بالإجماع، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالرسل، فهم نجس ويؤثرون في ذبائحهم، تكتسب ذبائحهم خبثا وتأثيرا بكفرهم وشركهم، فذبائحهم ميتات لا تفيد فيها زكاتهم لأنهم ليسوا من أهل الزكاة. ويؤخذ من هذه الآية بيان الحكمة في حل ذبائح الكتابيين دون غيرهم، لأن الله استثناهم ووصفهم بأنهم أهل الكتاب، فهذه هي الحكمة، أنهم أهل كتاب وأنهم يؤمنون بالله ورسله وكتبه في الجملة، فهم أحسن حالا من سائر الكفار، ولأنهم لا يأكلون الميتات وإنما يأكلون من المذكى. ويؤخذ من هذه الآية حل التزوج، تزوج المسلم، حل تزوج المسلم من نساء أهل الكتاب دون غيرهم من الكفار، وذلك لأن المرأة تكون تحت ولاية زوجها وسيطرته، فهو يضبطها وربما تسلم عنده، ولأنها كما سبق تؤمن بالله وبكتبه ورسله في الجملة، فهي تمتاز على الكافرة المشركة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.